كمال كمال اهلا الخميس، ايه اللي جابك كليتنا؟ خير خير، هو اللي يعرفك يعرف الخير. ما نمتش لحظه واحده من امبارح. حصل ايه؟ سايب عندي شنطه افتحها الاقي فيها راجل ببرع لي جزء من الجثه اللي احنا بنذاكر عليها. ما تخافش، الراجل مات وشبع موت. ما هو عشان مات وشبع موت لازم اترعب. افرض حد شم الريحه ولا ظبط الجثه، اقول انا ايه؟ اخد انا اعدام؟ وانت بتهمك حاجه يا راجل؟ ما انت قلبها بوظه. ده عمال تعملها دي خميس. يا دين النبي، صباح الخير يا كمال. اهلا يا نوره، صباح الخير. ليه ما دخلتش المحاضره؟ ما انا كنت لسه داخل. خميس صاحبي طالب في حقوق. بقول لحضرتك ايه؟ ايه؟ الالماظ اللي في ايديك ده حر ولا فالصو؟ حر. وبعدين معاك خميس، يعني انت لفه حوالين صوابعك شقه اسكان فوق المتوسط. بقول ايه؟ ما يلا نلحق المحاضره. اه مش هتاخرنا. مستنيك تذاكر معاه بالليل. لا ما تستنينيش، مش جاي. حقك يا عم. احنا في كتاب بطلوا دوشه، مش عارفين نذاكر. ايه يا ابني انت عايز تكتمنا في بيتنا ولا ايه؟ لا يا سعد، وانا اصلي قصدي عليهم هم، حتى يمكن كمان عاملين لك دوشه. بقول لك ايه يا بابا؟ نعم. انا بكره عندي امتحان عملي وحكشف على العيانين في المستشفى. طيب يا سيدي عال. ايوه بس ما انا كنت بقول لك عشان خاطر عايز الرسوم. رسوم ايه تاني؟ احنا مش دفعنا المصاريف؟ ايوه بس اصل العيانين ما بيردوش يقولوا لنا على حالتهم الا لما ياخدوا فلوس. يعني ايه مطلوب مني ايه؟ اصرف عليك وعلى اخواتك وعلى العيانين في المستشفى؟ اه جاك قهوه لما يقويك. كتب ومصاريف وجثث وجزم وشرابات ومكواجي وحلاق وملابس وهدوم. ايه يا ابني ايه؟ انا بحر، انا موظف صغير قد كده اهو، موظف غلبان. اجري يا ابني انجرب من قدام. وانا كل ما اطلب منك حاجه سمعني الموشح ده. موشح يا قليل الادب، قصدي الطقطوقه دي كده. طب امشي من قدام، اياك تطلب مني طلب بعد كده. انت اصلك مش دريان، ما انتش حاسس بالهم اللي انا فيه. طب اعمل ايه انا بس؟ اعمل ايه؟ اهلا كمان، ازاي؟ ازاي انت؟ ازاي صحتك؟ انت عندك حد؟ اه القعده منصوبه، تعال. لا معلش، مش عيب يا خميس تبقى طالب محترم في كليه الحقوق وتقعد مع عالم زي دول؟ العالم اللي زي دول، دول نجوم المجتمع الجديد. تعال تعال. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايز 5 جنيه سلف. 5 جنيه؟ ايوه. وانت تعرف برضو ان انا ينكسر معايا 5 جنيه؟ طب وبعدين؟ اصل انا كنت